الدراما الأمازيغية وجدت لنفسها مساحة لامست فيها جمهورا عريضا في السنين الأخيرة، وهذا مقتطف من سلسلة الأمازيغية بابا علي. المخرج مصطفى أشور، أهلا بك ضيف ركن الظهيرة. مرحبا بك سي مصطفى مرحبا بك. إذا اليوم الدراما الأمازيغية بدأت كتلقى لنفسها واحد المساحة في البيوت المغربية، بماذا نفسر هذا التقدم وهذا المساحة اللي بدأت كتاخذها اليوم السينما الأمازيغية والدراما الأمازيغية عموما؟ الدراما الأمازيغية عرفت واحد التطور كبير، والفضل يرجع بالأساس لإنشاء قناة الأمازيغية، لأن لولا هذا المتنفس هذه القناة هذه كنا غادي نبقى في واحد النظام ديال الإنتاج الفردي أو الإنتاج الخاص. الوجود ديال قناة الأمازيغية خلى الإمكانية توفر أنه تعطى دعم الانتاجات الامازيغيه، مسلسلات نشوفوا، افلام نشوفوا، برامج اللي ترقى للمستوى ديال المشاهد الامازيغي. هاد السينما الامازيغيه كتعكس الهويه ديالنا المغربيه المتفرده اللي في روافدها متعدده. كيف نفسر هذا النجاح اليوم الدراما الامازيغيه؟ بمعنى انه واش انها اليوم الدراما التلفزيونيه الامازيغيه كتمشي للتراث المغربي وكتبحث فيه، ربما منفذ للوصول لعدد كبير من الجمهور؟ والتجربه ديال بابا علي عطات واحد الملاحظه مهمه، اننا لا زلنا متشوقين للتراث الامازيغي، لا زلنا متشوقين للهويه، باغين نعرفوه باغين نغوصوا فيه، لان باقي فيه ما يتقال، باقي فيه ما يدار، وماشي بالضروره غير التراث الامازيغي، يعني داروا مسلسلات حدا المتمدنين، يعني ماشي بالضروره الباديه ولا هذا، ولكن هذا النوع كاين مازال شغف كبير به، لانه كاين الجذور، كاين ارتباط بالارض، كاين ارتباط بالهويه، كاين ارتباط بواحد الثقافه قديمه. يلاحظ هذا غير في الوقيته ديال العيد الكبير، الناس ملي كيهبطوا للباديه، ملي كيهبطوا للسوس، الناس ملي كيجي البلاد، لدرجه اننا توصلنا بديزيميل، توصلنا بتعليقات من لاشين، توصلنا من ليزيتازيوني، توصلنا من، يعني مفاجاه ان كانت واحد الجمهور عريض جدا، ربما اكبر من الجمهور اللي كاين في داخل الوطن، اللي تفاعل مع المسلسل لان ربما لقى فيه الجذور ديالو، لقى واحد ريحه البلاد اللي كنقولوا وصلته من هنا للخارج. ريحه البلاد في مسلسل الامازيغي اكيد كنلمسوها كاملين. كيف يمكن ان نستثمر اليوم هذا الرصيد والمضي بالابداع الامازيغي للمرحله تكون اكثر عمقا؟ خاصنا ندعموا الانتاج الامازيغي، خاصنا ما نديروش القطيعه مع الانتاج الامازيغي، ما نبقاوش كنشوفوا مسلسلات غير من رمضان، يعني حنا كنربحوا واحد الجمهور غير من رمضان وكنخليوه متعطش العام كامل للانتاجات الامازيغيه. يعني من هذا المربر ديالكم كنطالب اننا نكونوا انتاجات كثار، يعني نحاولوا انه الانتاجات يكونوا على طول السنه، نبقاو مرتبطين، بما انه المتتبع الامازيغي مرتبط بالارض ديالو، مرتبط بالقناه ديالو، مرتبط بالهويه ديالو، خصنا نوفروا ليه واحد المجال، خصنا نوفروا واحد الانتاجات على طول السنه، هو يبقى مرتبط بالانتاجات ديالو، بالهويه ديالو. شكرا لكم سي مصطفى أشور المخرج. أشور شكرا لك. في ختام نود